نحن ما نكتفي لا بطريق صيدا ولا بطريق جنوب ولا بطريق هون، نحن وين مكان اي طريق بوصلنا لهدفنا، اي طريق بيصل للقضيه اللي نحن حاملينها ان اولاد هالدوله. وكما حذر الاهالي نفذوا طريق الصيفي والدمور قطعها اهالي العسكريين بالتزامن مع انعقاد جلسه مجلس الوزراء في السراي الحكومي، رفضا لانقطاع اخبار ابنائهم ومطالبه بوضع الملف كبند اول على جدول اعمال مجلس الوزراء. الدولة مش عم بتكون صادقة معنا 100%، يعني يقولوا لنا خلص روحوا على بيوتكم وقعدوا انه نحن بنحل الموضوع، يا اما يعملوا حل، يعني مش معقول هيك. ملف عزيز لو ما عملوا بهيدي الطريقة وتصرفوا وأذيون ما ردوا لهم أولادهم، ونحن كل يوم حنتصرف هيك. هذا آخر المطوف. هذا اللي عم يفكر. ناطرين حزب الله ليقتلهم يجيبوا شهداء. وبعد أربع ساعات وزحمة خانقة، أنهى الأهالي تحركهم ملوحين بالتصعيد مجددا. نشد على أيدي كل المعنيين للسعي مع أصحاب الأيادي البيضاء من دولة قطر والدولة التركية للعمل على تحرير أبنائنا. كان في اتصال مع عالي الوزير أبو فاور هلأ من دقائق، هو أكد لي أنه لازال مستمر بملف العسكريين المخطوفين، وأكد هو مستمر فيه لآخر لحظة. وعليه فتح المعتصمون الطريق وعادت حركة السير إلى طبيعتها بانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات في الملف.